هذا سائل يقول: استلمت الركن اليماني فإذا به عطر، وكنت في الشوط الرابع، فعندما انتبهت لذلك مسحت يدي بستار الكعبة ثم غسلت يدي بماء زمزم، ولكن بقي فيها من ريح العطر، فهل تصح عمرتي؟ يا أخي، هذا لا يضر. إذا استلمت الحجر الأسود أو الركن اليماني وفيه طيب فهذا لا يضر، لأنك لم تقصد الطيب، وإنما قصدت استلام الحجر أو استلام الركن اليماني ولم تقصد الطيب، فلا حرج عليك في ذلك، ولا يحتاج إلى غسل ولا يحتاج إلى مسح، لأنها بغير قصد.